السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هتكلم معاكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس طبعا قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح لي، طبعا قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر فرص ومنح كتيرة جدا، فياريت تتصفحوا القناة وتشوفوا الفرص والمنح دي، وبرضو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة. تمام، طيب خلينا نتكلم عن منحة النهاردة إن شاء الله. المنحة دي هي منحة الحكومة الروسية لعام 2021. تمام، المنحة دي موجودة في دولة روسيا، تمام، وموجهة من الحكومة الروسية. يعني أول ما تسمع كلمة منحة حكومية فأنت كده بتتكلم عن المنحة بتستقبل عدد طلاب كبير جدا من حول العالم. المنحة دي بتستقبل أكتر من 15,000 طالب سنويا من حول العالم. تمام كده؟ طيب المنحة دي متاحة لكل الدول، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم عليها بكل سهولة، ما بيكونش في دولة محددة. تمام، وطبعا كل ما بتكون دولتك ليها علاقة قوية مع روسيا بيكون ده افضل. المنحة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية، يعني لو انت عايز تدرس بكالوريوس متاح، عايز تدرس ماجستير متاح، عايز تدرس دكتوراه متاح برضه. تمام كده؟ طيب بالنسبة للمنحة دي التمويل بتاعها تمويل خرافي وتمويل كويس جدا. يعني المنح الحكومية بيكون فيها تمويل ممتاز. أول حاجة الدراسة أنت بتاخدها بالمجان، ما يعني ما بتدفعش أي تكاليف دراسية خالص، كل الرسوم الدراسية بتكون على حساب المنح. تمام؟ طيب تاني حاجة إن بيكون في سكن جامعي، في سكن جامعي في الجامعة اللي أنت هتختارها، لأن زي ما احنا قلنا المنحة دي هي منح حكومية، فالحكومة بتمول الدراسة في أحد الجامعات اللي أنت تدرس فيها. تمام؟ فبيكون برضو السكن على حساب المنحة. تالت حاجة بيكون في راتب شهري، هو راتب ما بيكونش كبير عشان بس ما تفتكرش ان الراتب يغطي لك كل شيء، لا، هو راتب بيكون ضئيل الى حد ما، بيتراوح ما بين 30-40 دولار شهريا. تمام، فطبعا هتحتاج مصاريف اكتر من كده، يعني ممكن انك تشتغل مثلا اثناء الدراسة، عائلتك مثلا تزودك بالمبلغ مثلا جزء عشان تكمل به معيشتك شهريا وما الى ذلك. تمام، رابع حاجة ان المنحة دي بتوفر لك كورس لغة روسية تحضيري عشان انك تدرس اللغة الروسية قبل ما تبدأ دراسة. ليه؟ لان المنحة دي مش بتحتاج اي شهادة لغة روسية عشان تبدأ دراسة او شهادة لغة انجليزية، هي زي مثلا منحة الحكومة التركية كده، تاخد سنة تحضيري في الاول وبعد كده انت بتبدأ تدرس تخصصك الاساسي. تمام كده، فدي برضو من المميزات الجميلة جدا في المنحة. بعد كده خلينا نتكلم عن التخصصات المتاحة في المنحة دي. زي ما انا قلت لكم ان دي منحة حكومية، فبالتالي اول ما تسمع منحة حكومية يعني مشارك فيها كل جامعات روسيا، اي جامعة موجودة في روسيا مشاركة فيها. تمام، ومعظم جامعات روسيا بيكون معترف بيها في كل دول العالم، وانت متاح ليك تختار اي تخصص في احد الجامعات الروسية. تمام، متاح فيها تخصصات الطب، طب الاسنان، الصيدلة، الهندسة، الحقوق، الاداب، تجارة، يعني كل التخصصات اللي تخطر على بالك هتلاقيها موجودة، لان طبعا المنحة بتغطي جامعات كتير جدا، فيعتبر كل التخصصات متاحة. تمام كده، وفي التقديم متاح ليك انك تختار 6 رغبات او 6 جامعات او 6 تخصصات، طبعا على حسب ما انت هترتبهم. فبالتالي بترتبهم بتختار مثلا واحد عايز يقدم للطب ممكن يختار الرغبه الثانيه طب اسنان هكذا. تمام، طيب هنا عندنا ملاحظات برضو في المنحه دي. اول حاجه ان المنحه دي ممكن تقدم ليها لو انت في اخر سنه من المرحله الدراسيه، يعني لو واحد مثلا ثانويه عامه حاليا ويقول طيب انا لسه ما خلصتش الثانويه العامه هل ممكن اقدر اقدم؟ طبعا تقدر تقدم، وتقدم بإثبات قيد انك في اخر سنه، وتقدم بشهاده الصف الثاني الثانوي او يعني كشف درجات السنه السابقه. لو واحد برضه بكالوريوس وعايز يقدم ماجستير وهو بيدرس لسه بكالوريوس يقدر يقدم عادي، ماجستير برضه عايز يقدم دكتوراه نفس الشيء. كمان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه لانها بتوفر كورس لغه تحضيري، كمان المنحه دي ما فيهاش حد اقصى للعمر. تمام، طيب بالنسبه بقى حضرتك للاوراق المطلوبه في المنحه دي، اوراق بسيطه وسهله مش معقده. اول حاجه بتطلب منك صوره شخصيه ليك. تمام، تاني حاجة صورة جواز سفر بتاعك، ولازم يكون معاك جواز سفر أثناء التقديم. تالت حاجة اللي هو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، أو شهادة بتثبت إنك في السنة الأخيرة من المؤهل الدراسي الحالي، سواء هتقدم بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. تمام كده؟ طيب، كمان مطلوب منك إنك توفر خطة بحث في حالة التقديم على الماجستير أو الدكتوراه، وطبعًا بقى بتضيف الحاجات الإضافية بتاعتك، مؤهلاتك بقى زي مثلًا السي في بتاعك بتضيفه، موتيفيشن ليتر اللي هو خطاب النية، كل ده بيساعد وبيدعم من الطلب بتاعك. تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نعرف ازاي ممكن نقدم، او ايه هي الخطوات اللي هتقدم بيها في المنحه دي. ركز بقى معايا عشان الموضوع بيمشي ستيبس. تمام، خطوات كده. اول خطوه انك لازم الاول تتواصل مع حاجه اسمها الجهه المسؤوله في بلدك،
ايه هي الجهه المسؤوله؟ الجهه المسؤوله دي بتكون المركز الثقافي الروسي او السفاره الروسيه، تمام؟ لان اللي انت المؤسسه اللي انت بتسلمها الاوراق يا اما المركز الثقافي الروسي او السفاره الروسيه، بتسلمهم الاوراق بتاعتك وهم بيقولوا لك امتى تسلم الاوراق، يعني امتى موعد بدايه تسليم الاوراق وامتى موعد نهايه تسليم الاوراق، تمام؟ فكل دوله ليها ميعاد، فاحنا هنا ما نقدرش نقول امتى هتبدا تسلم وامتى التسليم هينتهي للاوراق، لان كل دوله ليها ميعاد، تمام؟ فدي اول خطوه ان لازم التواصل مع الجهه المسؤوله. وفي تحت الفيديو ده في مقاله انا شرح فيها المنحه، تمام؟ وبرده حاطط فيها ملف اللي هو كيفيه التواصل مع الجهه المسؤوله وازاي تلاقي رقم التواصل وعنوان الجهه المسؤوله فين في بلدك، تمام كده؟ بعد لما بتتواصل مع الجهه المسؤوله وبتسلمهم الاوراق، في ابلكيشن لازم تملاه، تمام؟ يعني انت ممكن تعمل الخطوتين مع بعض، انك تسلم الاوراق وتملى الابلكيشن ده. الابلكيشن ده برضو تقريبا بتحط فيه نفس الاشياء، معلوماتك الشخصيه بتحطها، صوره جواز سفر، اخر مؤهل دراسي وهكذا، تمام؟ طيب حضرتك مليت الابلكيشن وقدمت في المركز الثقافي الروسي، بعد كده بتستنى صدور القبول المبدئي. القبول المبدئي ده بيطلع لك من المركز الثقافي الروسي، تمام؟ بالتزامن مع وزاره التعليم العالي في روسيا، بيطلعوا المرشحين الاولين اللي اتقبلوا. لو انت اتقبلت في المرحله الاولى بتكون مؤهل لحضور انترفيو او اختبار بيتعمل لك في المركز الثقافي الروسي او السفاره الروسيه الموجوده في بلدك، تمام؟ بعد لما انت بتعمل الاختبار خلاص بتستنى بقى النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه بيتم صدور فيها المرشحين النهائيين اللي اتقبلوا في المنحه بشكل عام، تمام؟ خلاص. وبعد كده لما بتتقبل بقى بتاخد خطاب القبول وبتبدا انك تجهز الاوراق بتاعتك اللي انت ارفقتها في الابلكيشن وارفقتها لمركز الثقافي الروسي، تجهزها في صوره هارد كوبي، تمام؟ وكمان بتجهز معاها حاجه اسمها اللي هي الشهاده الصحيه، بتثبت انك خالي من الامراض، سواء امراض ايدز اي امراض، تمام؟ دي برضو لازم تجهزها لما القبول بتاعك يصدر، تمام؟ بتجهز كل الاوراق دي وبتسلمها ليهم، تمام؟ وبعد كده بتبدا بقى تحضر للتاشيره بتاعتك، اجراءات التاشيره والسفر، وخلاص انت بتوصل روسيا هناك وبتوصل في الجامعه اللي انت بتكون اخترتها واتقبلت للدراسه فيها، تمام كده؟ فدي الخطوات عشان تقدم للمنحه. طيب ما تنسوش كمان ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي منحه وفرصه انت عايزها. لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، خدمه التجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تقدم فيها باي منحه انت عايزها، وخدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من فرص قبولك في المنحه، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه ونشوف كمان كيفيه ملء الابلكيشن اونلاين، تمام كده؟ وده هنا الويب سايت الخاص بينا، تمام؟ هتلاقوا طبعا شرح المنحة ايضا، وهتلاقوا هنا في الاخر اللي هو الاعلان الرسمي للمنحة وابليكيشن التقديم. تعال نشوف الاعلان الرسمي اللي فيه كافة التفاصيل، هتلاقوا كل حاجة انا شرحتها موجودة في الاعلان الرسمي وموضح، تمام؟ لان ده الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي الروسية، كل التفاصيل هتلاقيها من حيث الراتب، من حيث الاشياء اللي بتوفرها المنحة دي. هنا الراتب، هنا ان الرسوم الدراسيه مجانا، هنا بيوضح لك الستبس اللي انت هتمشي عليها عشان تقدم في المنحه دي عشان تقدم في المنحه دي وازاي الخطوات هتكون، تمام؟ مقسمين هنا بخطوات التقديم. طيب كده كل شيء تمام. خلينا نروح دلوقتي ونشوف ابلكيشن التقديم للمنحه دي. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. وابلكيشن التقديم بسيط، مش معقد ولا اي حاجه. هيفتح معاك اول حاجه صفحه اسمها ريجستريشن، اللي انت لازم الاول تعمل اكونت على الموقع الخاص بالمنحة، تمام؟ انت كمستخدم جديد ما عندكش اكونت، فلازم الاول تعمل اكونت على موقع المنحة. هتكتب الايميل بتاعك هنا، هتحط الباسورد وتعمل ريبيت للباسورد تاني، وتختار دولة السيتيزنشيب بتاعتك، دولتك ايه، انت منين، من مصر، من المغرب، من الجزائر، تمام؟ وتضغط انك موافق على الشروط كلها، وبعدين تضغط على كلمة ريجيستر، تمام؟ بعد لما تضغط على كلمة ريجيستر كده يبقى انت انشأت اكونت على موقع المنحة. وبعدين بيكون في حاجة اسمها لوجن، اللي هي بقى الدخول للابليكيشن نفسه، بتضغط على كلمة لوجن دي عشان تدخل للابليكيشن، تمام؟ وفي كلمة لوجن دي بيطلع لك انك تكتب الايميل بتاعك وتكتب الباسورد. هيظهر لي هنا اللي انا احط الايميل بتاعي واحط الباسورد، تمام؟ طيب ده الايميل بتاعي وده الباسورد انا حطيتهم. بعدين بعمل ساين ان، بعمل دخول للابلكيشن الخاص بي عشان اعرف ايه المطلوب داخل الابلكيشن، وابدا اللي انا اجهزه واملا البيانات المطلوبه، تمام؟ طبعا الابلكيشن بسيط، مش هيكون معقد ولا مطلوب فيه بيانات كتيره، وانما هو ابلكيشن بسيط، معلومات شخصيه وما الى ذلك. فالابلكيشن هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا انت بيبقى في الجزء ده مطلوب منك تحط صوره شخصيه ليك،
تمام، تحط بقى تكتب دوله الاقامه الحاليه، التاريخ يعني ريجستريشن ديت، ده التاريخ اللي مثلا انت سجلت فيه الابلكيشن، تمام، ازاي سمعت عن المنحه دي. تبدأ بقى تحط معلوماتك الشخصية، اسمك، اسم العائلة، دولة الإقامة، دولة الجنسية بتاعتك، معلومات التواصل معاك، رقم تليفونك، الإيميل بتاعك، رقم جواز السفر، معلومات الإديوكيشن بتاعتك اللي هي الخلفية التعليمية بتاعتك، أنت درست إيه، درست في أي جامعة، درست في أي دولة، تمام، كل التفاصيل دي لازم تحطها. بعد كده بتروح لجزئية اسمها documents، تمام. في جزئية الدوكيومنتس دي انت بتحط فيها الوثائق المطلوبة منك اللي هي الاساسية، وعندنا وثائق اساسية مطلوب انك تحطها، تمام. الوثائق الاساسية هم الاتنين دول، دول لازم يتحطوا بشكل اساسي لما تيجي تقدم، اللي هو الاديوكيشن سيرتيفيكيت وجواز السفر، اللي هو الجواز السفر بتاعك وشهادة التخرج الحالي او شهادة اثبات قيد انك في اخر سنة دراسية، تمام. وهنا دي بقى بتبقى اوراق اضافية اخرى، زي ما انا قلت ان بيبقى فيه اوراق مطلوبة زي الشهادة الطبية، زي انك ترفق الابليكيشن فورم اللي بعد كده لو اتقبلت مثلا بترفق الابليكيشن فورم بتاعك من المركز الثقافي الروسي، لو عندك اي اوراق اخرى زي كورسات، شهادات تقدير، دورات تدريبية، كل ده بتحطه هنا. فكل دي اوراق اضافية ما بتأثرش في الابليكيشن، ولكن اهم حاجة الاوراق اللي يتم وضعها دلوقتي هي education certificate والباسبور، تمام. لان الاوراق دي ممكن انت بعد لما بتتقبل بترجع للموقع الاونلاين ده تاني، تمام، بترجع تاني للموقع وبتكمل بقى فيه الاوراقك ده لما انت بتتقبل، تمام كده. وبقى ده الابليكيشن بتاعك اللي هو خلاص، ان يعني زي ريفيو كده للابليكيشن، محطوط فيه كل البيانات الخاصه بيك، تمام، تلاقي كل التفاصيل دي بالنسبه للبرامج، تمام، اللي انت هتختارها، انت مقدم على ايه، وايه البرنامج، وايه الجامعة اللي انت عايز تقدم ليها، ايه اللغات اللي انت بتعرفها، تمام. بس دي التفاصيل المكتوبة. بعد انت لما بتعدل كل البيانات دي وبتكتب وبتملى كل البيانات، خلاص انت بعد كده بقى بتلاقي جزء اللي هو السبميشن اللي هو بيظهر لك بعد كده. بس انا عشان عملت سبميت للابليكيشن كده ما بيطلع ليش، ولكن في حاجة اسمها السبميت، بعد لما انت بتملى كل البيانات المطلوبه هنا، كل الحقول دي، بيظهر لك زر السبميت، بتضغط عليه وانت كده قدمت بنجاح للمنحه، تمام. وفي جزئيه الابلكيشن من هنا انت بتختار البرنامج والجامعه اللي انت عايز تقدم عليها، ومتاح لك انك تختار 6 جامعات و6 تخصصات بحد اقصى، تمام كده. طيب كده شرحنا كل التفاصيل، عرفنا كل شيء عن المنحه. ما تنسوش طبعا ان احنا بنساعد في التقديم بشكل احترافي للمنح، وما تنسوش ان اخر ميعاد بيعتمد على الجهة المسؤولة، تحاول تتواصل معاها عشان تعرف اخر ميعاد امتى، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.